وزير العدل مع احترامه لشخصه كمحامي، لأنه الكراسي لا تدوم إلى أحد طبعا، وغدا بعد وبعد غد سيعود إلى صفوف المحامين وإلى مكانه الحقيقي، لأنه ما يقيمه اليوم سيحكمه غدا. وإن لم يكن هناك تأني وتبصر وحكمة وتقريب لرؤية المشاركة في إعداد القرار الوطني، لأن قرار هذا كلها قانون المهنة والمسطرة المدنية وما أسال الكأس اللي هو قانون المالية ديال 2023 الذي لم يسبق لأية جهة حكومية أو جهة وصية على المالية والضرائب أن جاءت بمثله. كيف نتصور أداء مسبقا لأموال لم تحصل بعد؟ كيف يمكن أن نلخص رسالة وعظمة رسالة المحاماة في قانون ضريبي يعتبرها مهنة من المهن القضائية، والحال أنه يجب إزاحة هذا المصطلح؟ هل فكر وضعه عن تاريخ المطالبة المحامين بقانون ضريبي واضح للمحاماة؟ وهل فكر وضعه عن الحوار الأزلي لنجد اليوم أن كل هذا التاريخ وكل ذلك الطرف حول عدالة قضائية وجبائية ضريبية جاءت المطالبة؟ المحامون كانوا دائما في عمق المطالب الحقوقية، منهم من اعتقل، منهم من اختفى، ولنا زميل في أكادير لازلنا نطالب بإظهار الحقيقة عن اختفائه، إلى جانب زملاء، منهم من مات في سجون الاعتقال، ولكن منهم من تحمل مسؤولية في دوالب الدولة، فكان نعم المسؤول بالرؤية البصيرة والبصر الثاقب نحو المستقبل. نحن نريد الحوار، والآن نحن مطالبون بالحكمة واليقظة في الحوار. لو كان حكيما ويقظا ومذبرا لهذه الأزمة بشكل دقيق، ونعرف بأنه حين هذه الانتخابات وهذه الحكومة أعتبرها حكومة تقنية أكثر من حكومة سياسية. كذلك أقول أنه لو كانت الحكيمة والبصرة لقدم هيئات المحامون، لاستشار نقباءه وزملاء وقيدوميه وزملاءه وزميلاته قبل أن يتفاوض باسم المحامين أمام وزارة المالية، والحال أن ليست له الصفة. نحن دائما في خضم أزمة، أزمة جاءت من خلال حوار قوي، حوار فرض مقاطعة، حوار كذلك فرض رجوعا إلى العمل لاستمرار الحوار البناء والشرس، وفرض كذلك على المحامون أن يكونوا صفا واحدا. تعلمون أن أصابع اليد متفرقة ولكنها في قبضة السيف واحدة، ونحن الآن أمام ضرورة أن نكون وحدة واحدة. وزير العدل عرض عيت على الجمعية المؤتمر الداخل، الحمد لله، مرة في ظروف مهنية قوية، مرة في ظروف حوار قوي، رغم ما شابه من شائبات، ولكن هيئة محامون بأكادير والعيون وقلميمة والعيون وجميع الهيئات المشاركة وجمعية هيئات المحامين أنجحت هذا المؤتمر. ولكن أنا أعتبر أن القول بوجود أقلية تفرض رأيها على الأغلبية داخل مهنة المحاماة أمر غير صحيح. هذا باطل أريد به حق، وأعتقد أن هذا الكلام يراد فيه منه فقط التشويش على الحراك المحامين وعلى مطالبهم من مشروعة بإلغاء مقتضيات في قانون ما أراد الله به من سلطان، وهو قانون غريب عن الواقع الذي كان عليه استحضار التاريخ والصعاب التي مر بها الوطن قبل أن يقذف
في ملعب اعتبر ان هذا الملعب هو سيتان شون دو مين، كالذي رمى بحجرة او كرة حديدية داخل نقطة كلها بها متفجرات والغام. وانا ضد من يقولون هناك اقلية تتغلب في الاغلبية، لان الذين ارادوا ترويج هذا الطرح على المستوى الاعلامي، وهنا دائما استحضر معكم دور الاعلام في تناول الازمات، محامي شرس في الدفاع عن الحق وصادق في كشف الحقيقة، والقضاء هو الضامن الوحيد لحقوق وحريات المواطنين بمحاماة قوية، بمحاماة مستقلة، بمحاماة يستحضر أهلها دوما أعرافهم وتقاليدهم المهنية التي تسمو على كل قانون وتشريع للمهنة. الدار البيضاء كانت دائما حصنا مانيعا للدفاع عن المهنة. الدار البيضاء أقولها هي المغرب، هي العاصمة الاقتصادية، والمحاماة في الدار البيضاء ليست سهلة، لأن ما يروج بها من ملفات لا يروج في غيرها من محاكم، وما يروج كذلك فيها من قضايا اقتصادية مهمة لا يروج في غيرها من المحاكم. كمحام ممارس بهيئتي أنا ملزم بتغليب رأي المجلس الذي يمثلني والنقيب الذي يمثلني لأحترم قراراته، وهذا أنا ملزم به لا بالنسبة للقانون الداخلي ولا للهيئة ولا بالنسبة لقانون المهنة. كذلك ملزم باحترام الجمعية العمومية والحضور فيها وتدارس جميع النقط. فصراعنا اليوم مع إدارة، مع وزارة العدل، ولا أقول إدارة الضرائب لأن هي عملها تقني، ولكننا نحن المحامون، وأقولها صراحة وأنطلق من نفسي، أجهل كثيرا من الأمور التقنية بالنسبة للضرائب، ولكن في جمعية العمومية يمكن أن أناقش كل شيء سواء كانت عادية أو استثنائية. وأظن أنه الحمد لله تم كشف جميع الشفرات السرية في صراعنا مع وزارة العدل، ولا أقول إدارة الضرائب، لأننا كلنا مواطنون نؤدي الضرائب، كلنا مواطنون واجبنا وحقنا الدستوري أن نؤدي الضرائب، ولعلم أن الضرائب تعتبر في الدولة المغربية واردا أساسيا ومهما من موارد خزينة الدولة. ولكن كذلك نريد أن يتم إعفاء والتساهل وإقرار عدالة ضريبية، فالمحامي لا يحقق أرباح ولا يحقق رقم معاملات شيفر دافير. نحن لا نبيع سلعا أو موادا أو غيرها، نحن نجتهد في تحقيق منظومة عدالة وطنية. المحاماة هي دائما في خضم أزمة، في خضم صراع حقوقي للتوفيق ما بين الحرية والسلطة، وكذلك في أزمة مرتبطة بالجو العام الاقتصادي والسياسي للبلاد. لو أن المحامي ليس إنسانا عاديا لأنه يحمل هما حقوقيا ورسالة حقوقية إلى جانب دوره المهني وإلى جانب دوره في العمل على تمثيل المتقاضين أمام المحاكم ومختلف الإدارة العمومية. أنا واحد من المحامون للجناء إلى إما إخراج المدخرات اللي كنا تنحضيوها لدوير الزمان، أو أننا نقوم بالاقتراض لدى بعض المؤسسات الائتمانية أو العائلة أو الأصدقاء اللي ميسورين لاستكمال مصاريفنا اليومية الشخصية. تنعرفوا بأن المحامي عنده الكرة، عنده الضوء، عنده الماء، رغم أن عنده كذلك قرض سكن. أزمة في خضم أزمة، أزمة في خضم أزمة، أولها
تمرير مسودة مشروع القانون القانون المهنة دون إشراك المحامين في إعداد هذه المسودة، وفي تراجع عن كل مطالب المحامون التي تدعم قانون مهنة قوي يحمي المحامية والمحامي ويضع قانونا واضحا هو من صنع المحامون 100% ويضم كل التوصيات التي أتت بها مؤتمرات جمعية هيئة المحامين وكذلك جميع ملاحظات الزميلات والزملاء والمجالس والنقباء بخصوص هذا القانون، ليأتي الضرب بمعطى دستوري جاء به دستور 2011 وخرق دستوري خطير وهو المقاربة التشاركية، لتقوم وزارة اعتبرت هل تعتبر نفسها وصية، وهذا طبعا مرفوض، بل هي شريك للهيئات المحامين ولجمعيتهم ولتمثيلياتهم المهنية والشبابية في السياسة العدالة كلها في المغرب وفي التشريع الذي يخدم هذه السياسة، لنفاجأ بمسودة ما أنزل الله بها من سلطان، وبعدها قانون مسطرة مدنية قزم الأدوار الحقيقية للمحامين ودورهم في احتكار الترافع وتمثيل المواطنين، لأن تنعرفوا بأنه كل سنة واحد فئة من الشباب الذي اختار مهنة المحاماة يتم تمريره عبر مباريات، وهذا حتى هو الطامة الكبرى في تغييب المحامين في إطار رؤية واضحة لامتحان الأهلية للحصول على شهادة الأهلية عفوا لمزاولة مهنة المحاماة، وربما راه بعد غد كاين الامتحان أو بعد اليوم كاين الامتحان. الامتحان ليعطي شهادة، وهذه الشهادة كما احنا نيت لان عضو بالتاريخ لسنة 98-99 حينما كنا نبحث عن من يعطيك الالتزام بممارسة التمرين، وحينما تلجأ مكتب وأنت فقط لديك شهادة جامعية أعتبرها شهادة محو الأمية القانونية، لأنك لا زلت مطالب بالبحث والتحصيل والتكوين والتمرين ومباشرة العمل في المحاكم وفي الإدارات وكذلك الاستشارة مع الزملاء والاستفادة من ندوات التمرين التي تعتبر الآلية الوحيدة إلى جانب مكاتب التي يلجها المحامي المتمرن في تكوين المحامي وإعداده علميا تقنيا ترافعيا أمام وكذلك في إطار الأعراف والتقاليد المهنية التي تعتبر الركن الأساس في هذه المهنة.